السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم سلسلة بيوت الله للأطفال، الحلقة الخامسة. بيوت الله أحب البقاع إلى الله تعالى وخيرها، فضل متابعة المؤذن والدعاء بين الأذان والإقامة. إذا أذن المؤذن فعلينا أن نصمت ونتبع السنة في تكرار ما يقول، إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الانتهاء نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم ندعو فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء من دعا بذلك فقال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. ولنحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وقد قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.